معلش يا جماعة لا مؤاخذة يعني في السؤال، في تطفل شوية، بس انتوا جبتوا حد ينظف؟ لا ده التمرج بتاع العيادة، بس الهانم مصرة تجيبه يشتغل هنا، مرة طباخ مرة غسالة، شو هيبقى كماريرا؟ اخص عليك يا سمورتي، الله فيها ايه يعني لما يساعدني في شغل البيت؟ ايوه حبيبتي مفيش معنى، بس بعد مواعيد العيادة. طول عمرك نصحة يا جوجو، مش زيي يا ما نفسي كده شعبان يرميني بأي واحد كدوت من عنده في السوبر ماركت وانا اعمله مرمطون. يا سلام، مرمطون تاني غير شعبان؟ والله انتي مفترية. عد يا دودو. يا قلبكم. انا ابني دكتور مش باشا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا سيدي، يبقى رش لنا كده طقم ليمون حلو. يا باشا ده انت تؤمر، كل سنة وانت طيب. الله، عيد ميلادك يا سمير. اخص عليك يا جوجو، مش كنت تقولي لنا انه عيد ميلاد سمورة؟ معقولة ندخل ايدينا فاضية كده؟ خلاص نرقص له بقى ونغني له. هابي بيرثداي تو هابي بيرثداي. لا الاغنية الحلوة التانية اللي بتفرج. يلا حالا بالا بالا نحيي ابو الفاصل. حيث عيد ميلاده الليلة اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفاصل. خلاص خلاص يا كيف، ربنا يهديكي. يعني مش عارفه عيد ميلاد جوزك دي لازمه في بق الواد، كل جملتين ثلاثه كل سنه طيب. معلش يا حبيبي، بس الواد ده شكله مش غريب عليا، انا شفته فين قبل كده؟ هو ده اللي فتح لك الباب. صح، تصدق يا سموره صح، هو مالك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ذاكرتك ايه ما حصلتش؟ عليك يا جوجو، هتحسديني ولا ايه؟ انا بحلتيش غيرها الذاكره. الله اكبر الله اكبر. بقول لك ايه يا سموره، خلينا في المصيبه اللي انا فيها. هعمل ايه في المصيبه اللي انا جايه لك فيها دي؟ اتصرف ازاي؟ ولا حاجه، لو ولد سميه سمير. لا يا حبيبي، لا لا لا، انشي صاحبتي انا، لو ولد او بنت هتسميه رجاء. سمير برضه. يا حلاوة، اتخلقوا مع بعض سمير رجاء. انا اصلا مش عايزاه، عايزة انزله، انا حاسمه مش حسميه. تنزلي مين؟ حرام عليك، ده انت كده تبقي بترفسي النعمة برجلك ومش مقدرة اللي ربنا بعتهولك. اول مرة تقولي صح كده، انت بتتخلي عن فرصة عمرك. يعني ايه فرصة عمري وانا اول مرة اخلف؟ ما انا مخلفة عيلين قبل كده، مش فاهمة قصدكوا ايه. الابحاث اثبتت ان الحمل والولاده بيدوا للست انرجي يرجعها 10 سنين. ده غير بقى يا حبيبتي الدلع والبغدده والمرعى الكدابه اللي الست بتاخدها وهي حامل. واول البيبي بقى ما نشرف، يا سلام، ياكل حق لابوه. بصي بقى، الراجل بقى بساعتها هيبقى زياد خاتم في ايديك. ويا حبيبتي اللي عنده 2 غير اللي عنده 3. بالظبط كده. شوفي بقى، يفضل الراجل من دول سرحان طول النهار، يفكر في الكسوة ولبن الرضاعة والمدرسة وكل حاجة، ما عندوش فرصة بقى يبص كده ولا كده لأي ست. يعني خلصت القول، قصقصي طيرك قبل ما يروح لغيرك. ايوه بالظبط كده يا حبيبتي، وجوزك على ما تعوديه. يعني عودتيه ياخد باله من العيال ويغير لهم، هيكفي على بوزه معاهم ومش هيشم غير ريحتهم. ودي فرصتك يا حبيبتي بقى، انك تتنفذي اللي ما عرفتيش تعمليه لما خلفتي مي وصالي. كده يبقى انت ضمنتي حطيتي علي في جيبك الصغير. ايوه. في حاجة؟ طبعا في، ده نمو الولد. كل سنة وانتوا طيبين. لا تعالى هنا ليمون. ايه؟ أنا عايزة مغاد، وكل سنة وانتوا طيبين. هابي نيو بيبي. هابي نيو واد. الواد خلي بالك منه، لو يزعل تضحك وتلطفه، لو عيط طبطب على كتفه. الواد. مش عايزين النهارده، ما عندناش مكوى. انا مش مكواجي يا ابني. امال انت مين وعايز ايه وازاي وامتى والساعه كام وفين؟ انا دقدق شغال مع دكتور سمير. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. النهاردة عيد ايه؟ عيد الكنافة. والبسبوسة والجلاشة. مامتك عند دكتور سمير وقالت لي اندهلكوا، مش انتوا جيرانها؟
هو في ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. مامتكو عند دكتور سمير وقالت لي اندقلكوا، مش انتوا الجيران؟ ايه يا ابني؟ سلامة الشوف، انت عبيط ولا ايه؟ مش مهم، يلا بينا وكل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا اخويا. الله، جم علي جت اهي. تعالي يا حاج، تعالي يا حبيبتي اتفضلي. انا هقوم انا بقى. ماشي. هقوم احسن الموضوع انا بعقالي، اتفضلي. شكرا. تعالي يا واد، ده انت خسارة فيه. قوم 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 يلا. تعالي حبيبي اقعد بين ماما وبين تيتا، واقعد جنب البيبي الجديد. ازيك يا نونو؟ عامل ايه؟ انا بحبك قوي. يا خلاصي. يا رب يكون بنت علشان ما ياخدش لعبي وياخد لعب مي. يا سلام، احنا هنبدا نجيب من دلوقتي ولا ايه؟ انا دايما كنت بقول للعلي ان سولي لازم يجي له اخ، ما ينفعش يبقى لوحده كده. غريبة قوي يا طنط، مع اني يعني حضرتك ما جبتيش غير علي. اصل بصراحة ابو علي كان بيخاف قوي عشان جسمي ما يبصش، وكان بيحب قوي السهر كل يوم. يا سلام، مش عارفة والله يا طنط يعني ليه علي ما طلعش لابو علي. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. عشان كده فضلت محافظة على نفسك، مش زي جماعة اعرفهم. محافظة الجيزة. منورين يا جماعة. منورك. انت بتقول ايه يا علي؟ انت عارف يعني ايه عيل جديد؟ يعني بامبرز. ولا اللي هلبسه؟ يعني أدوية يا علي وحاجات كتير جدا. أوه ولا لسه؟ المدرسة ومصاريف المدرسة ولبس المدرسة. وقبل كده يا أستاذ جميل، في سرير جديد، دولاب جديد، والنبي يا بابا اديني فلوس عشان أجيب هدايا لأصحابي. يا ولسه؟ لسه الدروس الخصوصية والمصاريف هتكتر، إن شاء الله يا علي، إن شاء الله بيتك هيتخرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. آه 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 آه.